مرحبا بكم مشاهدينا برنامجكم القانوني عرف حقك، اللي من خلاله كنسلطوا الضوء على المواضيع اللي كتهم رأي العام المغربي ونحاول نبينوا اللي حقه من خلال القضايا المجتمعية، وذلك من خلال حوارات مع رجال القانون انطلاقا من الإشكاليات. موضوعنا اليوم هو إلى أخذ شخص سلف من البنك ولا قدر الله فقد العمل ديالو. نخليكم مع تساؤلات المواطنين. سامعكم، أنا خديت واحد الكريدي من لابونك بان كانت وضعي ديالي زوينه، ولكن مع الوقت وقع لي بعض المشاكل، ولكن ما عرفتش الا وقع لي مشاكل في الخدمه واش البنك غادي يدي معايا شي سيتياسيون ولا تلقى معايا شي حل. وانا بغيت نسولكم على واحد القضيه. كنت خدام في واحد الشركه وخدت كريدي وخرجت من الخدمه، كيفاش غادي ندير انا باش اشنو غيوقع لي؟ واش غادي نكمل الكريدي نشد خلصوا ولا شنو؟ مشاهدينا، عدنا لكم الأجوبة لتساؤلاتكم. ما حكم القضاء في هذا الأمر؟ شنو هي المسطرة اللي كتاخذ في حق المعني بالأمر؟ واش كيكون هناك إكراه بدني ولا لا؟ أسئلة أخرى غادي يجاوبكم عليها المحامي سعد أجياش. في هذه الحالة البنك راه ماشي كيسد الباب، راه حتى القانون البنكي يعني واضح المعالم. يعني في هذه الحالة كيتقدم هذا الشخص إلى البنك وكيشير ليه وكيشعروا بأنه راه فقد العمل ديالو. هنا كاين البنك كيف كيمنع واحد المهله، يعني نقدر نقولوا مهله استرحاميه، تقدر توصل حتى سنه، بين ست شهور وسنه. وصل سنه مثلا ما لقاش العمل، هنا كيقدر نطلبوا البنك يفتح معاه واحد المجال اخر ديال اعاده الجدوله، يعني ملي كيوصل للسيرفيس كونتونسيو اعاده الجدوله من جديد. تم العسر في هذه الحاله، البنك كيبغي كيبغي يستخلص الاموال ديالو، كيمشي تقدم لدى المحكمه التجاريه بمقال رامي الى الامر بالاداء. المحكمه بطبيعه الحال لانه دين مستحق كتحكم ليه بالاداء. في كيظهر المشكل في اطار في عمليه التنفيذ، لان الناس اللي كتخاف هنا كتخاف من الاكراه البدني، يعني لما خلصتيش واش غتدخل الحبس ولا لا؟ هذا هو السؤال المطروح هنا. ملي كنهضروا على الاكراه البدني في هذه الحاله، ما دمنا نتحدث عن التزام تعاقدي، اذا تقدم ذلك الشخص اللي طلب السلفه او المحكوم ضده بالاداء واللي غينفذوا في حقه مثلا الاكراه البدني، خصو يجيب لنا ثلاثه الوثائق اساسيه. الوثيقه الاولى شهاده بطبيعه الحال بانه مابقاش كيخدم، شهاده عدم الشغل، مابقاش خدام، كتمنحها ليه السلطات المحليه. شهاده الاحتياج باش كنثبتوا العوز. الشهاده ديال صادره عن اداره الضرائب بانه ما عنده حتى شي ممتلكات اخرى. في هذه الحاله ما كنطبقوش الاكراه البدني، وغالبيه المساطر اللي كتمشي في هذا الاتجاه كتمشي في الحفظ. بهذا مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجكم عرف حقك، وكيف ما شفتوا على ان المعني بالامر ضروري، ما خاصوش على البنك ديالو فقدانه للعمل اللي هي الاخرى كتمنح له مهله استرحاميه ممكن لها توصل المده ديالها لسنه. اما بالنسبه للاكراه البدني فما دام هناك التزام تعاقدي فمن الضروري الشخص اللي طالب السلف يحضر ثلاث وثائق ضروريه، الاولى شهاده عدم الشغل، والثانيه شهاده الاحتياج، والثالثه شهاده صادره من عند اداره الضرائب اللي كتثبت انه ما عنده حتى شي ممتلكات، وهكذا يمكن ليه يتجنب الاكراه البدني. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده مع موضوع جديد. الى اللقاء.